عليكم أصدقائي متابعينا ومحبين على قناتي. اليوم راح أسوي أكلة صحية للي يستعملون الدايت الرجيم أو الكيتو مثل ما يعرفون الأصدقاء. طبعا المكونات هنا راح أحتاجها عندي هنا لحم ستيك ناشف من الدهن مثل ما تشوفون، هاي هنا عندي بصل، هذا هنا ملح، وهذا هنا عندي جوز الطيب. طبعا هو بس راح اخلي الملح عليه مثل ما تشوفون، رشة ملح. نرجع نقلب اللحم. بعد ما قلبت انا اصدقائي رشن رشة اللحم ملح خفيفة، وهذا هنا عندي جوز الطيب. أول شوي نعطي نكهة للحم، طعمه طيب كلش. هذا جوز الطيب بالستيك. وهسه راح نسويهن هنا عندي بالكابسة، هاي الكابسة عندي، وهاي عندي هنا خضار إذا تحبون تاكلون ياها خضار، أي خضار متوفر عندكم بالبيت تقدرون تستعملوه، الجزر، القرنبيط، الفلفل الأخضر، الفلفل الألوان، البازاليا إذا متوفرة عندكم، بصل الأخضر اللي هو الأوراق مالت البصل الأخضر. أصدقائي وتقدرون تسوون وجبة صحية مثل هاي الوجبة الطبق الصحي. أبقوا يا أصدقائي وراح نكمل الوجبة مالتنا نشوفها. بس راح أخلي هنا الستيك مثل ما تشوفون أصدقائي قطعة قطعة. طبعا وياها راح أخلي أسوي وياها بصل طماطين وعلى نار هادئة. هذا هنا عندي بصل إذا تحبون يعني حسب الرغبة هنشوي وياه. ننزل الكابسة هنا على كيفنا، درجة حرارة يعني وسط على مود يستوي معدنا من الداخل من الخارج بشكل جيد. أصدقائي وهذا الطبق كمل عندي هسه مثل ما تشوفون بشكل جيد. شوفوا طبخته وكله بدون دهن وطبق صحي، لأن أنتوا طلبتوا هواية من عندي أسوي لكم وجبات صحية. طبعا واللي عنده اللي يمارس الرياضة هم يقدر يسوي هاي الأكلة لأن رايد البروتينات. طبعا وان شاء الله يعجبكم هذا الطبق، ولا تنسونا بالاشتراك واللايك بالقناة على مود يوصلكم كل شيء جديد من عندنا.